لاحظوا كيف قيادت، نقلت من طبقة السي رجعت لطبقة اللاب بمنتهى البساطة بتحويلة دوتيس وانتقلت. هذا بالنسبة للناس اللي عم بيقول كيف بننقل بنحول مهام. يعني أنا بعد ما كنت عم بشتغل بعدين وصلت تقسيمة الشت عربان. أنا الحقيقة ما بحب هاي التسميات تبع شت عربان، لأنه شت عربان هي حجاز كارن على السور. فليش لحتى نسمي نغمة جديدة بس لنقول إنه هي على السور؟ يعني ما في داعي نكتر مقامات ونقول عنا 90 مقام و99 مقام في الشرقي. نحن المقامات هن 9 وقلهم أفرع وقلهم كذا، ماشي الحال، ما نعقدها. فخلينا نقول حجاز كار من على الصوت، يعني الجنس الأدنى حجاز والجنس الأعلى حجاز مع الصوت. Thank you.
ايضا سالوني انه حابين يسمعوا تقسيم تشاركا او قركا. الحقيقه تشاركا يعني مقام او نغمه فرعيه ما هي من الاساسيات، لكن هي ما بين العجم والرزد. طبعا هي كثير قريبة على العجم، يعني هلا انا لو قسمت نفس المقطع هذا بالعجم حتحسوا الفرق، لكن من حيث الابعاد اللي ما بيعرف بيقول انه ما في فرق. لا في فرق، يعني هلا اذا بدي اقسم نفس هذا العجم، هذا تشاركه.